كل ما تبدع به المرأة الحلبية من مهارات يدوية كان حاضرا في معرض المرأة للعمال الريادية والتطوعية الذي أقامته جمعية نماء التنموية. المرأة مثل ما كلياتنا بنقول انه هي نصف المجتمع، واذا هي كانت قادرة على انه هي تأمن لنفسها ولعائلتها فهي رح يقوى المجتمع فيها. فنحن اول شيء اهتمينا بهذا الموضوع من خلال تقديم لها فرص تدريب مهني، انه هي اذا كانت مقبلة على هذا الشيء. الهدف انه المرأة العاملة انه نحن نكون بيئة هي قادرة انه هي تعرض منتجاتها فيها، تمام. والمرأة الغير العاملة نحن عملنا فكرة تانية ضمن المعرض، هي فتحنا باب التطوع من خلال محاضرات بتخص المرأة وبتخص التطوع. المعرض الذي ضم 40 سيدة من رائدات الأعمال والمتطوعات تضمن مشغولات وصناعات يدوية متنوعة. مبادرة أنا موجود أنا أشارك، هي المبادرة تدعم شباب ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هي متلازمة داون وصعوبات التعلم. هالشريحة هاي نحن كان لازم إنه نسلط عليها الضوء، لأن هي في معنا مجموعة نموذجية قادرة على العمل قادرة على الإنتاج، من حقها أنه تعيش في المجتمع بشكل طبيعي. غالي بتتضمن كل شيء، أشغال يدوية تراثية وحديثة، وكل مرة بنزل أشياء. يعني نحن مشاركين اليوم بالمنتجات اليدوية اللي هي الإيتامين الريزن الجبصين اللي دخلنا فيه خط جديد والاكسسوارات، كله شغل ايدي وتصميمي، يعني بصمم القطعه وانا بنفذها. يعني مثلا القطعه خاصه بس انه فيني انا بالذات، بهي الاوضاع الراهنه صار لازم بكل البيت كله يعمل من اجل استمراريه الحياه. جمعيه نماء التنمويه تعنى بتمكين المراه وتحويل الفرد من مستهلك الى منتج. معرض يدعم المرأة ويسعى لدخولها سوق العمل فضلا عن تحفيزها على العمل التطوعي. وليد هنائي، الإخبارية السورية، حلب.